إذا إخواني زي ما إحنا شايفين أمير الشمالي مع ياس أبو جبل الفحل بلاكس برادو المالك والمدرب أبو عايش والخيال كما ذكرنا أياس أبو جبل أول مشاركة لهذا المهر في عالم السباقات والميادين معنا أيضا زهرة البادية هي أيضا أول مشاركة لها في عالم السباقات والميادين يبدو أن الخيال نزار غريفات خصص زي خاص بالإسطبلات الخاصة به لون الأزرق بالفي الأبيض زهرة البادية الفحل بالنهال الأم رماح البادية للمالك عبد الرحيم نمر من البير مكسور المدرب الخيال كما ذكرنا نزار غريفات معنا أيضا الصقلاوية الفحل مواردي للمالك والمدرب أبو خالد أمريسات والخيال خالد سعدي يبدو أن جميع المشاركين داخل جهاز الانطلاق جميع المشاركين داخل جهاز الانطلاق بسم الله ما شاء الله زهرة البادية الصقلاوية وأمير الشمالي كما ذكرنا شوط خيول عربية أصيلة جيل 3 سنوات مواليد عام 2012 وفعلا اخواني ينطلق الشوط الثاني على بركة الله امير شمالي وصقلاوية صقلاوية بسم الله ما شاء الله تنتزع الصدارة من البداية امير الشمالي بالمرتبة الثانية زهرة البادية بالمرتبة الثالثة مع الخيال نزار غريفات الامهار والمهرات في كومة واحدة الامهار والمهرات في كومة واحدة قبال دخولهم الى المنعطف الاول ما تزال صقلاوية متصدرة المجموعة زهرة البادية الان تقلص الفارق نحو المرتبة الثانية مع نزار غريفات الخيول الان ما بين المنعطفين الامهار ما بين المنعطفين الصراع ما بين زهرة البادية وصقلاوية على المرتبة الاولى الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم الصراع صقلاوية وزهرة البادية صقلاوية وزهرة البادية بنزاع على المرتبة الاولى صقلاوية وزهرة البادية يبدو ان زهرة البادية فعلا زهرة البادية بسم الله ما شاء الله زهرة البادية بالمرتبة الأولى مع نزار غريفات أمير الشمالي بسم الله ما شاء الله بالمرتبة الثانية مع ياس أبو جبل وصقلاوية بالمرتبة الثالثة مع خالد السعدي كل من كلاسيكة سيرين ونجمة بلنصة كلاسيكة سيرين ونجمة بلنصة هذه أسماء الخيول المشاركة في المجموعة الثالثة ما شاء الله زهرة البادية بنت الفعل بالنهال الأم رماح البادية كما ذكرنا رماح البادية صانعة الأبطال الملك عبد ووصفي النمر من بير المكسور المدرب الخيال نزار غريفات وهنا التصفيق يسلم كأس المرتبة الأولى علي قدح أبو السامح من كفر مندا بارك الله فيك للملاك والمدربين بسم الله ما شاء الله زهرة البادية مع طاقم المدربين والملاك نزار وعامر ونجوان وعلي وعبد وصفي مبروك ألف ألف مبروك إذا صاحب المرتبة الثانية المهر أمير الشمالي من الفحل بلاك ديسبرادو المالك والمدرب أبو عايش والخيال ياس أبو جبل يسلم كأس المرتبة الثانية أبو فارس فتحي من المشهد بارك الله فيك مبروك مبروك أبو عايش يعطيك العافية يا أبو جبل صاحبة المرتبة الثالثة صقلاوية تلفح المالك ابن مجالي الأم ديبينيا للمالك والمدرب أبو خالد مرسات والخيال كان خالد السعدي